كيف السيارات وكيف عندنا ثلاث ايام عشان هذا الحب عشان ينزل الحراره. نحن في العياده رقم واحد العامله في منطقه عفرين، نقوم بزيارة المهجرين ونقدم الرعاية الصحية الأولية لهم. نقوم بتخصيص يوم محدد لهذه المخيمات حيث يقوم الأهالي بانتظارنا في هذا اليوم. فالإجراء المعتاد نقوم بتسجيل أسماء وتنظيمهم وإجراء المعاينات. عادة يكون أمراض مزمنة، أمراض انتانات تنفسية وأمراض جلدية. نقوم بعد إجراء التشخيص المناسب واللازم لهذه الأعراض والأمراض نقوم بصرف الأدوية الموجودة في هذه العيادة. نحن ساكنين بالمخيم، مخيم عشوائي على الطريق، ونشكر الحكومة السورية المؤقتة وزارة الصحة على العيادة المتنقلة اللي بعثوا لنا إياها على المخيم، وتشوف أحوال الناس وبيعطوا الدواء للناس، وكل مريض بيعينوه بيعطوه دواء. ونتمنى انه يكون في عندنا نقطة طبية موجودة بالمخيم عن طريق وزارة الصحة تكون موجودة للناس بشكل دائم، لانه هون العالم يعني الدنيا شتاء وكثير اولاد مرضاني وناس في سعلي وفي على طول في امراض موجودة بالمخيمات. 15 ملي بتعطيه كل يوم 5 ملي قبل الاكل. قامت وزارة الصحة بالحكومة السورية المؤقتة بإطلاق عيادات متنقلة لخدمة أهلنا المهجرين قسريا في أماكن إقامتهم. تم إطلاق العيادات بتاريخ 13/7/2020، حيث بلغ عدد المستفيدين لغاية 31/12/2021 32,000 مستفيد و882. قامت العيادات المتنقلة في وقت سابق بزيارة إلى السجون في منطقتي درع الفرات وغصن الزيتون. يتمحور عمل العيادات المتنقلة في مناطق عفرين ومناطق شرق مارع ومناطق ريف صوران. طبعا المخيمات التي تقوم العيادات بتغطيتها لا تحتوي على أي نقاط طبية وتقريبا بعيدة عن المشافي الموجودة في المنطقة. أبي جاسس ماشي.